إذن وصلت المساعدات السعودية إلى الحدود التركية السورية. نشاهد الآن وصول المساعدات السعودية إلى الداخل، إلى الحدود التركية السورية. هذه المشاهد حية تأتيكم عبر شاشة الإخبارية لوصول المساعدات التي تقدم من المملكة العربية السعودية إلى الأشقاء المتضررين في دولة سوريا. هذه المساعدات تحمل على متنها العديد من المواد الغذائية والخيام اللوائية وأيضا المستلزمات الطبية.